صعيدنا اليوم باش نستجدوا الصحافه المشكل اللي عندنا كنعانيوا فيه من المركب العربي الزاولي، الا وهو المنع ديال جمعيه نادي الصدقه الرياضيه للممارسه ضمن لواء عصبه الدار البيضاء الكبرى. تفاجئنا منذ بدايه شتنبر الى يومنا هذا كترفض الترخيص ديال الملعب ديال التدريب على غرار بعض الانديه وجمعيات اخرى اللي مستافدين. كانت مجموعه من الخروقات اخرها وادي الطامه الكبرى هو اقتحام ديال مقر النادي، هذه تقريبا جوج اسابيع الى يومنا هذا ما عرفناش شنو وقع. اقتحمنا المقر بالاجهزه بمعدات بوثائق اداريه بطوابع بالتيتر ديال النادي. النادي ماشي يعني غريب على الساحه الرياضيه، فالنادي هو عمره اكثر من 10 سنوات فاز بجوج القاب ديال العصبه الصعود موسم القسم الرابع القسم الثالث. كما قلت الاخت المشكل عندنا كما قلت لك هو الحرمان ديال النادي. عندنا مجموعه من الفئات السنيه منهم صغار فتيان شبان كبار، يعني كل فئه كتضم 30 لاعب يعني 120 لاعب. نضيفوا لها فوق 100 طفل في مدرسه النادي، يعني العدد كيفوق واحد 220 حتى 230 ممارس تحرموا. منذ تقريبا هذه الشهر حنا كنجريو كل المقابلات خارج الملعب ديالنا، يعني كنستعطفوا انديه اخرى خارج الدار البيضاء باش ندير مقابلات وديه باش نحافظوا على اللياقه والبدنيه ديال اللاعبين باش نواجهوا يعني باش نواجهوا البطوله ديال السنه هذه. من هذا المنبر هذه كنتوجهوا للقيمين على الشان المحلي باش يعني يديروا لنا حل لهذا النادي هذا. راه حنا في 2020 كاين شي حوايج زعما اللي تلاشات، يعني اللي المسائل اللي باقي كنعيشوها ربما ما كاينش في شي قاره اخرى من غير هذا الشيء اللي وقع عندنا هنا في هذه المنطقه هذه. سجلنا بناس ديال مجلس المدينه، سجلنا بناس ديال المستشارين ديال عين السبع، الله يجزيهم بخير. لهم مجلس المدينه داروا مجموعه من المجهودات، وفي الاخر كيلقاو اكس مجهول كيقول لك راكم ماشي من الفوق، راكم ممنوعين من النادي من الفوق لسبب الله اعلم، احنا ما عندنا حتى سبب. حتى المساله ديال اخلاء النادي، النادي تسلم لا يعقل بتاتا، النادي تسلم في 2019 تسلم مقر داخل المركب وكيتسحب منه باي بند اعتمدوا الناس هذو. سالينا كوفيد في بطوله في شهر ثلاثه مع كوفيد، امور عاديه جدا الحمد لله. عندنا علاقات مع المحيط كامل يعني على احسن ما يرام، ما عندناش زعما عندنا اتفاقيه مع شراكه مع 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 السيد العام المشرف على مدرب الانديه، ومن هذا المنبر كنوجه للسيد العام جزيل الشكر الناس ديال السلطات كلهم يعني اللي عاونوا النادي هذه من الناحيه اللوجستيكيه معدات وهذه الله يجزيهم بخير جزاهم الله خيرا. من المفروض المجلس المقاطعه اللي خصو يعني يعاوننا هو كيدمرنا وكيدمر اسر، يعني كتدمر واحد 200 طفل كتدمر 200 اسره. هاد الشباب فين غيمشيو ملي غنعاونو حنا كره القدم؟ فنصيفطو هاد الشباب والاطفال غيمشيو بالله عليكم فين غيخرج غيلقى؟ الا ما كانش غيزور الرياضه. سجلنا بهاد الناس كاملين لحد الان كنتسناو، راسلنا مجموعه من يعني من 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 اجهزه ومنهم قضاء من داخل القضاء لان باش تدخل تقتحم هذه سابقه في التاريخ. انا ما عمري عقلت انا سمعت شي يعني نكته هذه انك تدخل يعني تقتحم بدون سند. وكاين حوايجنا تما مسائل ديالنا كاين دي سكري ديالنا، عندنا حواسيب عندنا معلومات عندنا مجموعه من الالبسه ديال المبادره التنميه البشريه اللي باقا الان باقي يعني غنسلموها للاطفال. ف كنعاود نشد السلطات في هذه البلاد هذه لا من الداخليه لا من الجامعه المغربيه لكره القدم لا من اي واحد اللي يقدر يعني يدخلنا في هذا الملف هذا ويفكوا هذا الحصار هذا ويخلوا الوليدات يدخلوا التدريب بحالنا بحال محترمين بجميع اجراءات ديال الجائحه. يعني الى يومنا هذا احنا ما يعني بقينا متبعين ما هو قانوني الى يومنا هذا، ولكن ما يمكنش نزيدي فيه البطوله على الابواب. هناك يعني ربما بعض كيقول لك البطوله اواخر شهر فبراير ولا بدايه شهر مارس ربما يعني. وعندنا الحمد لله هذا العام عندنا الامكانيات، انا باغي ننافسوا هذا العام ان شاء الله نعاود نديروا الصعود في ظل الظروف هذه. فما عرفتش حنا النادي في غادي الهويه، الا كان الناس بغا يحيدوا هذا النادي يجيو عندنا يقولوا حيدوا هذا النادي، نحيدوا نمشوا بكل يعني بكل فرح بكل سرور، غير باش تكون هاد التعقيدات وهذا يعني. وكنصيفطوني الناس كيقول لا راه عنده مشكل في المحكمه، ما كاين مشكل مع السيد جا رئيس النادي دخل بحاله بحال اي مسؤول عنده مقر، فاذا به كيخرج كيتفاجئ كيلقى الامن كيتقتل مخفر الشرطه. الحمد لله لقى الناس ديال الامن اللي هما الناس النزهاء دلب
تلب الوثائق ديالو اللي كنتاكد لكم كما قلت لكم كنتاكد لكم اني حقيت النادي في استغلال المقر ديالو الملعب اخريه يعني ماشي اخريه ولكن مارسو اللي يعني الضمير القانوني يعني قالوا دي مشكل خارج علينا حنايا مشكل داخلي بكم وبين بين الناس المقاطعه اسمع منا كنعاود ناشد السيد رئيس المقاطعه ناشدناه انا عبد الرب بيتر كتب اكثر من يعني 100 ابل يعني سون ريبونس فهذا سؤال دوم والله وشكرا يعني لكل من يعني كل من ساهم ودعم هذا النادي والشكر الجزيل مشكور لرئيسه الرئيس الشرفي للنادي اخت لاله فاطمه الزهراء افلال اللي صراحه لولا ما هي مفوض قضائي جانا وتمنع لولا الصفه اللي عندك ان عضو مجلس المدينه بعد دخل دار الاجراءات ديالو ما كانت تمنع وتمنعنا حتى حنا وحنا الى يومنا باقي ممنوعين الى يومنا هذا حنا ما عندناش الحق نولجوا الملعب الله اعلم الا كان هذا منك خاص راه من حقهم الا كان هذا منك عام فوضوا مجلس المدينه للجنه المقاطعه باش تكون سواسيه لان الرساله الملكيه ديال صاحب الجلاله اللي اكد على اللي على ممارسه الرياضه يعني بـ يعني بـ يعني بـ 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 يعني بتوزيع عادل الكل من ناحيه البنيه التحتيه من ناحيه التجهيزات عبر المبادره يعني صاحب جلال الله يعطيه صحته الله يحفظه الله يطول في عمره يعني يعني كان السبب باش مجموعه من الانديه ومجموعه من الجمعيات الرياضيه بهذاك الدعم ديال المبادره الوطنيه التنميه ولكن ملي كتجي كتصطدم بحال هاد الحوايج هادو فالناس كيقول لك سير لعب الدومين خلي الدراري يمشوا ما عرفت يمشوا ما عرفت يمشوا يديروا شي حوايج اخرى ولا من هذا المنبر ديالكم كنتقدم الى الشكر لكم الكثير وحنا بمناسبه هذه الجمعيه راه ما كنطالبوا والو كنطالبوا غير باش الوليدات ديالنا يمارسوا الرياضه عندهم الحق في يمارسوا الرياضه وكنطلبوا من الجهات والمسؤولين ديال المقاطعه تاع عين سبع راه ما عندنا حتى مشكل معاكم المشكله ما كاين حتى مشكل حنا كنطالبوا منكم السيد الرئيس تحلوا الملعب فين يلعبوا الوليدات باش ما تضيعوهمش للصالات ويمشوا للمخدرات ويتعطاو راهم دريويش راه كتعرف كل شيء السيد الرئيس لما كنطالبوا غير المسؤول ناخذوا حقنا ما كنطالبوا والو وكنشكركم كنشكروا السلطه هي السيد العامل هو اللي وفر لنا كل شيء وركيني الاخوان كيساعدونا وكيساهموا فينا وبغيناش هاد الوليدات يضيعوا في هذا المجال ديال الرياضه ويتعرضوا للشوارع والسرقه والاغتصاب وعندنا دراري صغار ما بغيناهمش يضيعوا ومن حقنا حتى حنا نستافدوا بحال الجمعيات الاخرين كاينين جمعيات اخرين يلاه التحقوا هذا العام استافدوا حنا اللي حنا اول جمعيه اللي استافدت حنا والطاس والطاس كنساو حنا الطاس كنتعاونوا باللعابه وكنساندوها وكندعموها باللعابه بشحال من اللعابه داز في الطاس داز عندنا وداز مشى للطاس لهذا كنطلبوا منك السيد الرئيس ترخص لينا الله يجازيك بخير لينا المحب فين يلعبوا الوليدات حنا ما بغيناهمش يضيعوا وتسردوا وتكون انت هو المسؤول على هذه الغيطره.